مرحبا ابو اسلام. اهلين ابو ماجد افندي، خير ان شاء الله؟ كله خير. مين عمار؟ ابني. انا 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 سيدي. عليك شكوى مستعجله. شكوى؟ من مين الشكوى هاي؟ مرتك اللي اسمها دريه. شكوى شو يا ابو ماجد؟ مرت ابنك طالبه اغراضها من بيت جوزها. وشو هالاغراض اللي طالبته؟ جهازها اللي تجوزت عليه، من خزانه والتخت وكل اواعيها وكل ذهباتها كمان. ذهبات شو يلي بدها اياهم يا ابو ماجد؟ يلي تركتهم قبل ما تطلع من بيت جوزها مقلع يا ابو رسلان. ذهبات مرتك مو معها يا عمار؟ إلا كان يا بي، كل شيء اخذته معها قبل ما تروح على بيت اهلها. والله انا اللي مسجل عندي لازم جيب لها اياها يا ابو رسلان. وشو مسجل عندك يا ابو ماجد؟ والله يلي مسجل انه بدها الكردان ابو نص رقبه وثلاث فرطات اساور وخاتم مجرح ومبرومه وحلق مشنشل ابو نص ليره. العمى على القصة؟ ولا انت شارينا لمرتك اللي عم يقوله ابو ماجد؟ لا والله يا بي، كل شيء لبسته يوم عرسها هو اللي جبت لها اياه، يعني الحلقات والطوق والمحبس. هي عم تقول ما اخذت شيء يا عمار. والله اخذت كل شيء معها. هلا المهم المخلوقة رافع عليكم قضية بالمحكمة وبدها كل يلي قلته مع متأخرها كمان يا ابو رسلان. متأخر شو يا ابو ماجد؟ المرأة مدعية على جوزها عمار انه نقرها طلاق قبل ما تطلع من عنده. انت نقرتها طلاق يا عمار؟ ينقطع لساني اذا حكيت هالكلمة يا بي. ابني مو مطلقة يا ابو ماجد. هلأ هذا الكلام بتقوله بالمحكمة. انا بدي اخذ اغراض المستورة من عندك من البيت. تفضل معي على البيت. كيف كيف؟ شلون يعني بدك تاخذهم سيدي؟ لحظة يا ابو ماجد لحظة. ابني عمار مو مطلقة لمرته ولساته بده اياها. شلون لسه ما طلقها ولسه بده اياها؟ القضية مرفوعة من 10 ايام يا ابو رسلان. شلون؟ شلون؟ مثل ما عم بقول لك، وهي تاريخ القضية، شوف شو مكتوب 17 آب 1935. اي والله مزبوط، دعوة مرفوعة من 10 ايام. يخرب بيتها شو كذابة. يلا تفضلوا تفضلوا، خلينا ننفذ الأوامر. ما بنقدر نأجلها كم يوم؟ نقدر، بس بتوقع لي هون يا عمار انك مالك مطلقها وانك حابب ترجع لعندك على البيت وانه كل ادعاءك كذب بكذب. شو يا بي، وقع ولا ما وقع؟ وقع له يا بي، وقع له. ايه يا بي ايه، لك انا بصير ما وقع. وين هون؟ ايوه. بسم الله، تفضل. يلا سلام ابو رسلان. الله معك، مع السلامة. الله معك. بدها كل اغراضها. تقبر قلبي، وانت يا تقبرني رايح لعندها مشان ترجع على بيتها؟ هي قايمة بالدعوة مشان تاخذ كل اغراضها؟ لا، وقال شو؟ قال هو مطلقها. سلوى لازم هلا يطلقها. لا شو عمتي؟ شو عم تقولي انت؟ شو عم تحكي؟ والله المرة اللي بدها تكذب وتقول انه جوزها طلقها مشان تاخذ اللي بدها اياه يا ابني، ما لازم تضل على عصمته. طب بركدا هي عم تكذب مشان ابي يروح على بيت اهلها ويجيبها. لو كان هيك يا عمتي ما كان مشت بالدعوة من 10 ايام. وهالحكي عملته من بعد ما طلعت من عنا من البيت بيومين بس يامو. يعني كانت عم تكذب علي؟ عمتي هاي المره ما بتستاهلك. انا بس بدي افهم شغله، ليش تجوزتني اذا ما بدها ياني؟ سأل امك تقبرني، هي اللي جوزتك. يامو وينو ابوك؟ وينو ابي؟ راح اشوف محامي مشان هالقصه. الله لا يوفقك يا دريه يا حق، نحن ناقصنا مشاكل. بدنا نرجع مثل ما كنا يا درية. مو انت بدك هيك يا عمر؟ بتروحي بترفع علي قضية من ثاني يوم تيجي فيه عبيت أهلك؟ والله لأني عرفت انه ما عندي رجال ينشد الظهر فيه. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يعني اللي بده يضل تحت رحمة أبوه وياخد منه الخرجية حتى يصرف على مرته ما بيستاهل مرة مثلي يا عمر. هلأ هذا اللي طلع معك يا درية؟ ليش انت مو هيك يا عمر؟ لا أنا مالي هيك ومالي مقصر عليكي بشي. انت مقصر ونص. لا انا مالي مقصر عليك بنوب، وانت كتير بتعرفي هذا الشيء. هلا شو بدك مني؟ شو بدك؟ بدي تنزلي بكره وتتنازلي عن القضيه. وان ما رحت شو رح تساوي؟ شو رح ساوي؟ ايه شو رح تساوي يا رجال؟ رح طلقك يا دري. طلقني؟ شو عم تستنى؟ مو انت رجال؟ يلا قولا. يعني انت مو سألي اذا انا طلقتي؟ مو سألي بنوب. هيك لك هيك ونص. انت طالق.
ادرسها منيح ورد لي خبر، وساعتها بنشوف شو بدنا نعمل مع درية خانهم. أكلنا ضربة على الراس، ما كنا حاسبين لحساب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين يا مو. وين كنت يا عمار؟ بالحارة يا أبي. شو عم تساوي بالحارة؟ يعني شو بدي أكون عم ساوي؟ واقف في الحارة. عمار فيك شي؟ لا يا أبي ما فيني شي. لتكون رحت لبيت حماك. لا 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 رحت ولا رجعت. بعدين شو بدي أخذني لعندهم بعد اللي ساووا معي؟ فكرت. صباح خير. أنت من أهله؟ أنت من أهله يا مو. معقول معقول يكون راح لبيت حماه بعد كل شي ساووا معه؟ عمار أنا بعرفه، وقت بيكون مقروق يا بيكون طفران يا علقان هو ومرته. إذا قالت لأخي فوزي عن قرايبنا إن شاء الله ما تقول، إن شاء الله ما تقول. والله إذا قالت ما عاد رجعها ولو بدها تبوس إيدي ورجلي. وقلت له إنه عمر ما طلقها؟ قلت له يا سلوى، قلت له. إيه شو قال لك؟ قال إذا كان ادعائها كاذب بده يحلف عمر يمين على كتاب الله انه ما قال بوشة ولا طلعت من تمه هديك الكلمة. شو هالمصيبة يا ربي؟ منين اجتنا؟ منين؟ لكان اسألي ابنك عمر شو عمل فينا وعمل بحاله قد مرته مو مطرمخته. يا بياد حوي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير؟ يا سلام. أخيدا لك شو مكب هالحركة اللي قد قمنتو هيك؟ يا أخي بينا لك نرجع بدنا نشتري. بدي بدك عطيني عطيني بفرنك. شو بدك بفرنك؟ سبق رجعتي. بسم الله. هلا ما بيلتع عندكم يا الحارة هيك شي بيت صغير يضبني أنا وأخي زقزوقة؟ وبلا صغرة قديش قدرتك تدفع أجرة أنت وياه؟ نص ورقة. إيش نص ليرة؟ روح العاب بعيد انت وياه. ايه انا الي جمعة عم دور على بيت وقال من 5 وراق ما لقيت. يعني ليش انت مو ساكن عند ابوك معلي؟ بلا ساكن عند ابي، بس كنت ناوي اطلع، بس غيرت رأيي بطل جيب مرتي الحرداني من عند اهلها. وليش بقى؟ هي ما بدها تعيش معي. ايوه عشان هيك كانوا جماعة المغفر مبارحة عندها. لك يا عيب الشوم عليها، لك حدا بيصح لها هيك أبضاي وبترفض النعمة. تفضل. الله يسلم هالإيدي. عم بيجعلوا عامر. الله يسلم هالإيدي. السلام عليكم. هيك نزعت لنا الصف. لك شو بنا أنت الثاني؟ لك روح ربي يرزقك أكتر أكتر. السلام عليكم. وين رايح؟ وين رايح؟ ما حسبتنا. لك 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 شلون هيك راح بالي؟ حاسبك رفيق، حاسبه. أنا بيقولوا عم بيجعلوا شو حادي حاسبه. امسك يا بي. السلام عليكم. روح ربي يجبر عنا. السلام عليكم. السلام.